موجز لأهم الأنباء من شوف تي في. أفادت مصادر مطلعة أن الفريق النيابي الحزب الاستقلال قرر مقاطعة الجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران المقررة يوم الاثنين المقبل احتجاجا على تهجم رئيس الحكومة على الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين خلال آخر جلسة المساءلة الشهرية السابقة بأسلوب غير لائق والذي يحمل إصرار على التطاول على السلطة التشريعية وظيفتها الرقابية. توجد الجولة السادسة من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي على التوقيع اللي تم أمس بالرباط على اتفاقية جديدة للصيد البحري لمدة 4 سنوات مقابل 40 مليون أورو للسنة الواحدة، أي ما مجموعه 160 مليون يورو في 4 سنوات. وحقق المغرب مجموعة انتصارات في هذه الاتفاقية أول هرف من قيمة تعويض لبلغ 40 مليون أورو مقابل 36 مليون يورو فقط في الاتفاقية الماضية، وتم تقليصه لعدد مراكب الصيد المرخص لها بالصيد في السواحل الأوروبية من 137 ترخيص إلى 126 ترخيص، ويبقى الانتصار الأكبر هو تضمين سواحل الصحراء في الاتفاقية بعد ما عارض الاتحاد الأوروبي إدراء سواحل الأقاليم الجنوبية للمغرب في المفاوضات الخمسة الماضية بين الطرفين بداعي أنها منطقة متنازع عليها. لقي عاملان مصرعهما اليوم الجمعة في حادث بواجه استخراج القبس تقع بدوار ولاد طالب جماعة سيدي تيجي اللي كتبعد 40 كيلومتر عن شمال شرق أسفي. ووضحت مصادر السلطات المحلية بأن الضحيتين لقاو حتفهما إثر انقلاب الجرافة اللي كانوا على متنها في منحدر بالورشة اللي كيخدموا فيها، وأضافت أن الجرافة انقلبت عليهم وأدتهم قاتلين في الحال، وقد تم نقل جثتيهما إلى مستودع الأموات التابع لبلدية أسفي، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيق في الموضوع. دوليا تعيش تونس اليوم الجمعة أجواء من التوتر والغضب الشعبي في ظل إضراب عام شل الحياة في مختلف أنحاء البلاد، وذلك غدا اغتيال المعارض السياسي الراحل محمد البراهمي أمس أمام منزله بالعاصمة، بحيث التزمت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية بالإضراب العام لدعا عليه الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر مركزيات نقابية في البلاد، بحيث أغلقت المحلية التجارية والإدارات العامة والخاصة أبوابها وبدت شوارع فارغة وألغيت العديد من الرحلات الجوية انطلاقا من مطار قرطاج الدولية خاصة تلك التي هي تابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية. كما شهدت الشوارع الرئيسية وسط العاصمة مثيرة شعبية قبل أن يتوجه المتظاهرون إلى حي باردو بحيث يتواجد مقر المجلس الوطني التأسيسي مطالبين بحل المجلس وإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. في الخبر الرياضي عبر اللاعب الدولي المغربي عبد العزيز برادة المنتقل حديثا من ختافي الإسباني إلى الجزيرة الإماراتية أن اللعب في الدوري الإماراتي بالنسبة ليه أفضل من ليغا، مؤكدا أنه لم يندم على قراره خاصة أنه ما زال في مقتبل العمر. هذا وأضاف برادة في تصريحات صحفية إماراتية أنه لا يبالي بالحملات اللي تشنها ضده، والأمر هناك يتعلق بمواطني المغاربة ممن لاموه وعاتبوه على ترك أوروبا والتوجه للخليج في وقت كان بإمكانه اللعب مع كبار القارة العجوز. كما صرح عبد العزيز قائلا: أعي جيدا ما ينتظرني، فأنا في فريق كبير يبحث عن الألقاب على جميع المستويات، ولست مهتما لغضب الجماهير من اختياري، وأتمنى تقديم الإضافة للجزيرة. كما أضاف في الختام: أعتقد أن الجزيرة كان أفضل خيار لي، خاصة أنه لم تصلني عروض أخرى من كبار الأندية الأوروبية. نهاية الموجز لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.